اوه يا معلم، تلاقينا مع استاذ. تبارك الله عليك استاذ. الله يحفظك استاذ. هذا الرجل، هذا رجل متواضع، استاذ عبد الرحمن الشملالي، حائز على جائزه حسن الثاني للبيئه. تبارك الله عليك استاذ، كي راك داير؟ الله يحفظك. والله الا مين نشوفك نفرح. بارك الله، الله يحفظك. الله يفرحك. امين يا رب العالمين. شي كلمه للمشاهدين. واش نقول لك؟ الخير غير خير، واخا غير بجام. الله يحفظك. الجهود ديالكم راه ماشي سهله. يعطيك الخير، متواضع ويبغي الخير للجميع. زعما بصراحه الانسان هذا، يعني اش نقول لك، يعني الله يعطيك الصحه. دعونا مع الله قليل. السلام عليكم. الله يحفظك، شكرا، بارك الله فيك.